طبعا البلع الغير سليم ينتج من خلل بأي مرحلة من المراحل اللي ذكرناها، لكن لحسن الحظ أغلب مرضى الدسفيجيا يتحسنون ولله الحمد، طبعا بدرجات متفاوتة. أول شيء احنا نسويه كأخصائيين للبلع أن نغير نوعية الأكل بحيث تتماشى مع قدرات المريض. على سبيل المثال، المريض اللي ما يقدر يمضغ أو عنده ضعف بعضلات المضغ، اللي ممكن نسويه أن نطحن الأكل بحيث أنه يكون الأكل ناعم وسهل ونخفف عليه عبء عملية المضغ. بالنسبة للسوائل اللي نقدر نسويه، ان احنا خاصة السوائل اللي هي الثن لكود او السوائل الخفيفة نفس الماي مثلا، اللي نقدر نسويه ان احنا نثقل الماي بحيث انه يصير شوية خاثر اكثر. فاللي راح نسوي عندنا الشغلة هذه الفود ثيكنر، مجرد ان نحط منه بالماي، وطبعا هذا ما في لا لون ولا ريحة ولا طعم، فما راح يأثر على الشيء اللي بنشربه، مجرد انه راح يخليه أثقل شوية. فلما نخلطه راح تزيد كثافة الماء، والشغلة هذه راح تسهل عملية البلع بالنسبة للمريض. وطبعا نقدر نتحكم بالكثافة عن طريق البودرة هذه، كثر ما حطينا أكثر كثر ما الماء صار خاثر أكثر. شوفوا الحين يعني صار قريب من الشغلة المهروسة، طبعا ممكن نخليه أخف من كذا. شيء ثاني نقدر نسويه مع المريض ان احنا نغير وضعيته ونغير وضعية راسه بحيث ان نمنع ونقلل عملية الشرقة عموما. شيء من الاشياء اللي نقدر نسويها ان نطلب من المريض ان ينزل راسه، تنزل راسها بالطريقة هذه، فاللي راح يصير انها تسكر مجرى الهواء، ولما تشرب راح يكون الشرب ان شاء الله آمن. هذا شيء. الشيء الثاني اللي نقدر نسويه انه ممكن نطلب من المريض انه مثلا تلف راسها لجهة معينة، بحيث انه اذا كان مثلا جهة الضعف هي الجهة هذه، لما نسوي كذي راح نسكر الجهة الضعيفة وراح نمنع الماء من انه ينزل بمجرى الهواء، فراح ممكن ان شاء الله تبلع بطريقة آمنة. شيء ثاني نقدر نسويه مع المريض لتقوية عضلات البلعوم نفسه، بحيث ان نقدر نقوي عملية البلع نفسه، نطلب من المريضة هني ان تحط لسانها بين اسنانها، ونطلب منها ان تبلع ريجها ولسانها بنفس المكان، هذا طبعا يقوي ويسرع عملية البلع. شيء ثاني نقدر نسويه علشان نقوي اللسان، ان اطلب منها ان تطلع لسانها برا، راح امسكها بالشاش هذا وراح اسحبها لبرا، وراح اطلب منها ان هي ترد لسانها داخل حلجها. طبعا راح يكون في مقاومه، وهالشيء هذا ان شاء الله راح يقوي عضله اللسان. شيء ثاني نقدر نسويه لتقويه عضلات الرقبه، ممكن نطلب من المريض انه يرفع راسه بحيث ان الاكتاف تكون على الارض ثابته، ونقول له طالع مثلا اصابع ريولك بحيث ان راسه يكون بالاتجاه هذا، ونخليه يمسك الوضعية هذه لمدة دقيقة تقريبا. من بعد الدقيقة ممكن يريح لمدة نص دقيقة أو دقيقة بالكثير، من بعدها يبتدي جولة ثانية. إذا في عندكم استفسارات عن البلع أو أمراض البلع، ممكن الاتصال على أخصائي أمراض النطق والبلع في مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي.